اوكي، مرحبا، معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس 26 من دروس البرمجه بمكتبه اوبن سي في بسي بلس بلس، لغه سي بلس بلس. بهذا الدرس راح نبلش بالمثل اللي هو على 3 3 14. اوكي، هلا هو 3 3 14 هذا مكتوب ب سي، انا رديت حولته لطريقه السي بلس بلس. تمام، هذه طريقه السي بلس بلس عندك هون، شايفين هون ما بشيك على نوع الصوره، كويس مثل ما هو عامل اذا في صوره ولا لا. اوكي، وهون فيني وهون كمان بشيك على عدد الادخالات، بده 9 هو، هلا بنشوف ليش. كويس، وفي عندي طبعا بنفس الطريقه تبعية الدرس الماضي عم بدخل الادخالات البقيه. طبعا هو بده اول صوره وصورة تاني كمان، كويس. هلا بنشوف شو كمان طبيعة هاي الصور. وكمان عندنا الادخالات، عندنا من وين بدي اعمل ROI، بدي اخذ شو اسمه يعني مطرحة اهتمام بالصورة. طيب، والنقطة اللي بدها تبلش من راس المربع من جهة الشمال لفوق، اوكي، وبالجهة المقابلة اطلع طول العرض اللي بدي اياه ليحدد لي المستطيل تبع الاهتمام تبعي او اطار الاهتمام تبعي. كويس، اللي هو بسميه اختصارا بالانجليزي الـ ROI، كويس، ريكوست فور اوف انترست او ريجن اوف انترست، عفوا منطقة اهتمام يعني. وبعدين عندي في شغلتين حندخلهم، هن الالفا والبيتا. هي الفا بس للصورة الثانية، اوكي، لانه الفانكشن راح استعمله بس هو راح يعمل هالشيء. طيب، هلا هون نحن عم بياخد ار او اي تنتين ار او اي، لانه هدول كيف دول وحده بتحدد لي المنطقه والتاني الحدود الكبيره تبع المنطقه. اوكي، يعني هاي المنطقه مين المنطقه التانية اللي حتكون حوالي، انت بتاخذ مربع وفي مربع الاكبر منه، فالاكبر منه بحدد الاصغر منه، هيك هن عاملين. تمام، يعني جمعهم مع بعض بحدد المربع الصغير هذا. اوكي، هلا وطبعا هاي صار عندي 9 ادخالات هيك بهالحاله. تمام، لانه مش كل مره بدي اشرح شو الارك بي والارك سي. اوكي، واضحين صاروا، يعني هدول اللي قدام الامر صاروا 8، ومع الامر بصيروا 9. تمام، يعني مع اسم البرنامج. طيب، هلا احنا اخذنا هيك ار او اي، هدول بطريقه السي، فاحنا بنحولهم لطريقه السي بلس بلس، فبطلع عندي ريكتانجل، هذا اول ار او اي، كويس، وهذا ثاني ار او اي، كويس. ولما اطلع ار او اي بحسابه، لما بحسبه، كويس، بستعمل هالطريقه، بجيب السورس ايمج، الصوره الاساسيه، كويس، وبعدين بحسب بالاند الباوند، يعني الحد مع الريكتانجل اللي انا بدي اعمل عليه ار او اي، بضمهم على بعض وبيطلع معي النقطة من كل الصورة. تمام، هلا كمان الفانكشن اللي هو عم نحكي عنه هو اد ويتد. اوكي، هذا بده كمان جاما. الجاما هي كمان اشعاعات الضوء، اوكي، قديش في اشعاع من الضوء. اوكي، والالفا كمان لها علاقة بالاضاءة، قديش بياض فيها، مش بياض يعني باللون الابيض، فيه البياض اللي بيطلع من اشعاع، يعني انت كيف البياض تبع البرق هيك شيء. اوكي، فهذا الالفا، كويس. هلا لانه الاد ويتد هيدي بطريقه السي، شايفينها كيف اد ويتد. هلا عم بضغط عليها ما بتبينش، عفوا، بس هون في عندك سي في اد ويتد، بتاخذ اول صوره، كويس، بتاخذ الالفا، بتاخذ الصوره الثانيه، بتاخذ الالف البيتا اللي هي الالفا تبع الصوره الثانيه، بتاخذ هون الجاما بتعبيه، شايفين كيف، وبعدين بتاخد النتيجة، بتطلع النتيجة. النتيجة عم بحطها بسورس 1، هو حر، كويس، برد برجع بسورس 1 بلا ما يفتح متغير جديد يعني، وحط النتيجة بهاي النافذة. طيب، هلا شو الاد ويتد، كيف تشتغل الاد ويتد؟ نرجع على دليل ال اوبن سي في، هيدي بعد البحث، هاي السي في اد ويتد بطريقة السي، وطريقة السي بلس بلس كتير
كثير بايخه، وهي ما بترد شيء، ما بترد شيء، مجرد تنفيذ لشغله. اوكي، هو اللي عم بيصير انه لانه عندك كذا متغير وعم تلعب فيهم، هن اللي عم بدخلهم، بس فعم ببعثهم كانه باي رفرنس. تمام، كانه باي رفرنس وما بيعمل هيك. فهو عنده كذا واحد وبيطلع متغير في النهايه. تمام، او نتيجه الخلطه اللي بصير هون. بصير في عندي خلط بصورتين. تمام، هلا الخلط هذا بصير بناء على هاي القاعده الحسابيه اللي هون. تمام، هاي اللي انا عم بسحبها، عم بعمل ساتشوريت، يعني عم بشبع الصوره بحيث انه طبعا انا ما ذكرت انه هون في كمان متغير، هذا هون شايفينه دي تايب، ده تايب شو اسمه دبث تايب، الغمق الصوره بس افتراضا ماينس 1، يعني بتتركه على شو اسمه الدبث تبع او العمق الالوان تبع الصوره الاولى افتراضيا اذا ما ذكرته، او بتذكره انت حر، انت حط الرقم اللي بدك اياه. طيب هلا هون كيف تشتغل هاي؟ نعتبر انه السورس 1 او المصدر اللي هي الصوره المصدر، او لو افترضنا انه الصوره، لانه كل شيء لازم يرجع مرجع للرياضيات والصور، فلو افترضنا انه الصوره هي عباره عن ماتريكس، يعني نرجع هون، هاي اول صوره، اوكي، نطرح اي بي سي دي، هذا اول ماتريكس او اول اري بدك اياها، اول مصفوفه او اول لائحه، كويس، لان اللائحه هي عباره عن حاله خاصه من المصفوفه. ولو الثاني كمان افترضنا المصدر الثاني اس ار سي 2 هي الثانيه، اوكي، هون المصفوف الثاني هون، باجي انا بضرب الالفا بالاس ار سي 1. يعني انا مش ذاكر هيدي هون عشان ما تتخربط. هون الفكره انه لما بتجمع انت مصفوفتين، وهيس لازم يكونوا هون مثل ما كاتب انا هون نفس الحجم بالطول وبالعرض، اوكي، يعني هاي بالطول قصدي بالعرض قد هاي بالعرض، بس تكون بالطول هيك قد هيك بالطول، اوكي، ممنوع يكونوا غير قياس، والا ما رح تقدر تعمل عمليتك الحسابيه هاي. اوكي، حتى لما تيجي انت تحاول تدخل صورتين، ومش مهم يكونوا، يعني اذا يعني بحس انه مش لازم يكونوا نفس الصوره بس نفس القياس، اذا كانوا مختلفين، لا انا خربط الشرح، انه قصدي انه هن بيكونوا نفس، مش صورتين بيشبهوا بعض، بس المهم انه يكونوا نفس القياس كطول وعرض، اوكي، ما مهم، لانه هو بيهمه الالوان، فبس بجمعهم وبعدين بيخلطهم على بعض بيطلع لك صوره يعني مخلوطه. تمام، لانه لو حطيت الصوره نفسها ما رح تعرف شو الفرق. اوكي، فهلا بنشوف شو بصير. هلا هو شو اجى عمل هون، ضرب الفا وضرب بيتا هون، اوكي، وبعدين هلا هون بده يطلع شيء زي مثلا، كيف بدي اقول لكم، بده يطلع هون الالفا ضاربه ال A، اوكي، مع وضرب ال C، زائد البيتا ضرب ال W وال Y، ونفس الشيء هون، يعني بدي شو اكتب كثير، بس بطلع هون لو افترضنا A هيك كابيتال هي الالفا، خلص ما بقص الفا، اوكي، وهون بيتا، اوكي، كل مرة هيك عم بيعملها. تمام، الفا وبيتا، تمام، نفس الفكرة هون الفا بيتا، لانه ضرب السكالر لما تضرب البيتا بدك تضربها بالكل، فهمت شو؟ تضرب الالفا بدك تضربها بالكل، هيك الحساب تبع الرياضيات تبعها، والفا بيتا، اوكي، هيك بده يصير الحساب تبعه. طيب مع بالاخر 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 بزيد عليهم، اوكي، قمة معينة. تمام،
هنا زائد جاما. اوكي هلا المهم بيطلع معي اري جديدة او ماتريكس جديدة. هلا بعرف شو هو فرق الحساب لانه لازم يزبطوا يكونوا كلياتهم ماتريكس ليطلع معي ماتريكس جديدة. اوكي واظن الجاما بتطلع فيها ك كيف بدي اقول كماتريكس كمان، بحولها من سكالر واحد وبقلبها كلها الباقي الماتريكس كلها اصفار تمام عشان تطلع معه الحساب صح. طيب لان انا مش عارف شو الحساب عشان ما اضحك عليكم، بس الفكره انه فهمت انه شو عم بيحاول يعمل في اول شقفه من الحساب لانه هي واضحه تمام. اول شقفه من الحساب يعني اس ار سي 1 ضرب الفا زائد اس ار سي 2 ضرب بيتا، هيدي واضحه. بس الجاما ما اعرف كيف عم بحسبها، بطلع منها صوره عشان اكون صريح معكم مش عم كذب. بس انتم فهمتوا في الاخر انه هو بهيدي كان عم بياخذ اول صوره وثاني صوره ولازم يكونوا نفس القياس لانه الحساب الرياضي بيفترض عليك هيك. اوكي طيب حتى نجرب على شو اسمه على الصورتين. الصورة الثانية هي كما يلي اي او جي سكرين شوت. هاي الصورة الثانية انا زبطتها، هاي دي سكرين شوت عن الشاشة تبعتي شي يوم من الايام. اوكي وزبطتها بنفس القياس، استعملت جيمب مثلا او اي برنامج بزبط صور، قصينا على نفس قياس التست اللي انا دائما عم بستعمل تست دوت بي ان جي اللي هي غلطنا. اوكي تمام هي اللي عم بستعملها كل مره. هلا لانه مثل ما شفتوا هون مثل عم تشوفوا قدامكم هون شايفين كيف بقول لك sizes of input arguments do not match، لانه الصور مش نفس القياس، لازم يكون نفس القياس عشان يطلع الحساب صح. طيب وحسب الكود محطوط شو الالفا والبيتا والجاما وكلهم هدول. اوكي هلا راح انا اشغلها، هي معمره ما بدها اي تعمير مني تمام. وعم بلعب هون ب الالفا والبيتا، انا الجاما ماني مدخلها كويس لانه بس مدخلها كصفر مثبته بقلب الكود تمام، مثبته بقلب الكود هون. هي صار في خلل بتلاحظوا هاي صورة سكرين شوت، شفتوا الاكس هون اوكي والجيت ذس اب هيدي من البرنامج الثاني تمام، من الصورة الثانية عفوا الاساسي تيست دوت بي ان جي. شايف كيف خلطونا ببعض؟ هلا انتوا ابقوا العبوا بالصفر والخمسة والتسعة بتشوفوا كيف الخليط بين الالفا تبع الاولانية والالفا اللي هي بيتا تبع الثاني. اوكي شوفوا كيف بصير في شيء بنسميه الفا بلند، تخلط الالفايتين ببعض بصورتين ببعض بصير في عندك كانه كيف ما بتشوفوا بالافلام شيء زي واحد عم بهلوس او بيعمل هيك شغلات، فهي او مثلا احلام معينه، فهي بتصير هيك تعمل هالخلطه هاي من الالفا بلانت تمام. هذا هو درس 26 يس. نشكر حسن استماعكم لنا، نرجو كمان تكبسوا على اللايكس، تكبسوا على السبسكرايب، تكبسوا على الاعلانات، تكتبوا لنا شوية تعليقات بس تحبوا. اوكي شكرا جزيلا، سلام.